بنت. طيب يا عزيزي الفيديو النهارده هيكون على بنت سواريز اللي كله بيكراش عليها. بنت 11 سنه كل الشباب العرب بيكراش عليها. ما كانش العشم. لكن قبل ما نبدا يا عزيزي روح تابعني على الانستغرام. كل مره بقول نفس الكلمه مفيش حد بيروح. كل فيديو بقول نفس الكلام وفي الاخر بتحلق لي. بس لازم اقولهم في كل فيديو. اوكي يا باشا ولتس جو. طبعا يا عزيزي لو انت ما بتفهمش في الكوره فانت اكيد سمعت الاسامي دي قبل كده. الناس دي اللي محبوبه والاكثر شعبيه من كره القدم: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، ميسي، محمد صبري. انت عيل بيضان. اوكي. ففي لعيب يا عزيزي المشاهد اسمه لويس سواريز. سواريز ده يا عزيزي المشاهد بقاله سنين بيلعب ومحدش مقدره وكل مشجعين الكوره حلقين له. لكن يا عزيزي المشاهد من ساعه ما اتلتيكو مدريد نزلته الفيديو ده وهو بيعتزل والشعب كله حبه وتعاطف معاه. قال يا عزيزي الشاب العربي بيتعاطف لما يشوف دموع راجل عربي؟ لا، بس بيقلب بيوت قوي لما يشوف دموع واحد. انما لما راجل يشوف راجل بعاد ان شاء الله يولع. هو ملوش فيه. لكن يا عزيزي مشاهد اتلتيكو مدريد زي ما قلت لك نزلت الفيديو ده كتقديرا. شوفوا الجماهير بره بتعمل ايه. شايفين الجماهير اللي بره متاثره عزيزي المشاهد وزعلانه انها تخسر واحد من افضل المهاجمين، واحد من اهم الاسماء اللي لعبوا في الدوري الاسباني. انما يا عزيزي المشاهد الجماهير العربيه كان ليها اراء غير كده، خاصه الرجال تعاطفوا معايا يا عزيزي وتاثروا عشان خاطر دموع سواريز. يتفلق سواريز عشان خاطر بنته اللي عندها 11 سنه. بنت 11 سنه وابتدوا عزيزي المشاهد يعملوا لها تصاميم. وصل الهاشتاج بتاعها لاكثر من 500,000 فيديو اتعمل عن البنت دي. بنت 11 سنه لحست عقول الشباب. انا عن نفسي مش منهم يا عزيزي. طفل 11 سنه وابتدوا عزيزي المشاهد يعملوا لها تصاميم زي كده. بص فين يا خوسيه يا خسيس. انا لازم اعرف لويس سواريز ده بلديات يا عزيز. يخرب بيت الشباب. عزيزي سواريز خلي بالك من خوسيه لان بيبص على بنتك بصه كحكانيه. انا قلت اقول لك لان انتوا بلديات وكمان هو متجوز بس هو خسيس وبيبص على بنتك. خلي بالك لا تقول زي عمك. قلت انبهك بس. ربنا يقدرنا على فعل الخير. زي ما انت عايزين المشاهد شفت التصاميم دي عده تصاميم يا عزيز. ابقى عايش وحيد زين روحي انا قلبي يا نول. لا بص هنا عاملين لك صوت طلقه وهي بترفع وهي بترفع وهي بترفع التيشيرت. بس هنا عندهم مشاهد لو تلاحظ هتلاقي امها بتقول لها نزلي. عيب عليك يا بنت انت لسه ما طلعتيش من البيض. طبعا لو في بنت صغيره بتشوفنا تبقى عايزه تقتلني لان ما بيحبوش حد يحسسهم ان هم صغيرين. طبعا عايزين مشاهد خلينا نخش على التعليقات ونشوف راي الناس في الموضوع ده. كل دي هتخرج لي هاي وشك الصدق. انا اقولها لك يا اختار الصوره اللي انت حاطاها دي. بس ليه متصوره كده؟ دي اوكي مش موضوع يا اخي. كاي سواريز عنيقها معطاها. طبعا يا عزيزي انا نسيت اقول لك لان الكلام خد اللي معروف عن سواريز ان هو عطاها. تلعب معاه كوره يا عزيزي روح ارمك من كتفه. شوف بنفسك يا عزيزي. زوجوها لي والمهر على ميسي. اه وماله هناك لمسه يد. نرجع للفار. ابقى عايش وحيد زين روحي انا قلبي يا نول. كلام صحيح بس بص عينه فين ومركز. الشاب العربي يا عزيزي عليه حبة حركات. دايما بيركز في مناطق ما تتركزش فيها. بس في اختلاف بيننا وبين البنات. يمكن البنت لما تشوف اللي في سنها ما تبقاش معجبه بيه. اول اظهر منها بتشوفه عيل. انما الشاب عنده راي تاني. سواء اكبر منه شغال سنه برضه شغال. اصغر منه برضه شغال. انا حاسس لو رسمت رسمه على الحيطه هيبقى شغال. الشاب العربي لا يعرف العنصريه. انما البنت عندها تصرف تاني بالذات لو اصغر منه. وتقول لك عيل ما تعرفش العيل ده بيفكر فين. انا واحد من الناس والله لما كنت اعرف ان اصحاب اخواتي جايين يمينا بالله ما كنت اروح المدرسه. اضيع الفرصه كان طقم يبوس ويمشي. طقم يبوس. بما اني كنت صغير كانت امي بتبقى حاكمه على اخواتي. مفيش حاجه اسمها مذاكره بره البيت. تجيبي صاحباتك وتذاكروا هنا قدامي في البيت. الله يخليك يا ام ام الحبيبه. فكان يجي اصحاب اخواتي ويذاكروا في البيت. انا حتى يا عزيزي المشاهد لو نايم يمينا بالله لاصحى. مع اني امبارح كنت بموت عشان ما اروحش المدرسه. وانا عزيزي المشاهد عشان كنت ببقى عارف الايام اللي هم بيبقوا جايين فيها. افوت يوم زي ده. كنت ايامها عزيزي المشاهد في الابتدائيه ومدرسه الظهر. على ما اروح واجي هيكونوا ذاكروا ومشوا. وطبعا يا عزيزي اكون فوتت الطقم اللي بيستخف دمي وبيبوسني. رغم ان امي كانت ساعات بتضايقها عليا وتقول لي اخرج بره عشان ما تضايقهمش. لكن ربنا يكبر بخاطرهم كانوا يقولوا لي خليه يا طنط مش مضايقنا. انما يا عزيزي المشاهد من ساعه ما الواحد كبر ما اعرفش ايه اللي حصل. الواحد كبر من هنا وسفره الافراح. المهم دخلنا في موضوع تاني غير موضوع بنت سواريز. خلينا نكمل في موضوع بنت سواريز. البت جامده طب الراحه واحده واحده والنظره جحده عالدور انا عيني منها. هنا عايزين مشاهد كل التصاميم وهي البت بترفع التيشيرت يعني. بس مع اني ما فيهاش حاجه. انا واحد من الناس بصراحه شايفها عاديه ولا حلوه ولا وحشه. عاديه طفله صغيره يعني شكلها من شبر عادي يعني. دي بنت اللي معلقه التعليق ده. ده تعليق من بنت يا عزيز. كل البنات حلوين. البنات في التعليقات مفيش سلكات. وانا الوحيده اللي مش عارفها. مش ايه اللي دعوه. رد عليها واحد يا عزيز دي بنت لعيب كوره. ردت عليه وبتقول له مين هيعرفنا بقى يا بنت انت شاربه بتنجان. بيقول لك بنت لعيب كوره. رد عليها ثاني يا عزيز وقال لها ابحثي عنها على التيك توك. هي قلبه التيك توك البنت حرفيا. البنت قلبه ام التيك توك يا جدعان.
وصلت على قتل البنات يا جماعه. في حته هنا كده مش سالكه من جوه، لا عاديه، ردت عليها الثانيه اصلاح اصلا. حصل قوي. شوفوا بقى تعليقات الشباب، واحب ابشر العرب كلهم ان مفيش واحده فيكم هتبقى عانس. الشباب دلوقتي بقت عليا زوجاتي المستقبليه. الضحكه الاكس الاكس ابن الايه مش عارفه سابني ليه. هي قمر بس عاديه، ده لو البنت شافته تفرح ولا تزعل ولا مش. رد عليها يا عزيز المشاهد بالتصميم ده. لما عرفت كنت تتوقع وقعت من فوق كل الجماهير الاسبانيه زعلانه على دموع سواريز. الا الجماهير العربيه كراشت على بنت سواريز. انا مش عارف ايه رد فعل سواريز لو شاف التصميمات دي. المشكله عزيز يبقى فاكر الناس زعلانه على عياط، ما يعرفش ان هم بيكراشوا على بنته. كالعاده عزيز مشاهد، خلينا نخش على التعليقات. بنت بلادي خيرا منها. ايوه اشهد ان البنت المصريه والبنت العربيه مفيش احلى منها. شفتوا بطبل لكم ازاي؟ ما فهمت وقالوا علاش تيك توك كامل على بنت سواريز وشبهها، وايش كاين فهمونا معكم. انت بتقولي ايه؟ دي شكلها تونسيه يا عزيز او مغربيه. قلب الناس des kills revend pas beaucoup mal les mochites smoke my back smoke my واو. كمان جايب لها صور من على الانستغرام توريز تصيط على قفله. عزيزي كله راح يتابع الانستغرام عشان يشوفوا البنت ليها حساب ولا لا. اه يا شباب، بدل ما تدعموا الشباب اللي زيكم بتجري ورا بنت عندها 11 سنه. والله لو البنت عرفت يا عزيزي هتفتح حساب من بكره، هيبقوا متابعينها ملايين يا عزيزي. بقى اصبح الكل يحب سوري. اه والله يا عزيزي كل ما كانش بيتيه عشان عطاك. ولو قاعد بفكر فيك كتير بالي عليك مشغول، وانا بتصعب عليا حالي وانا بكتب لك كلام. لا بصوا التصميمات اللي بيعملوا لها من وهي صغيره. قولي لأمك يا بنت جاي الليل اطلب ايدك، وانا بعمري عاقل كنت وحياة الاله بريد اشتغل وعرض الدين. بص يا عزيزي طفلة صغيرة بتكراشوا على ايه؟ كل واحد يخلي باله من عياله يا عزيزي. انا بنتي اللي عن نفسي لسه ما اعرفش امها هلبسها اسدال يا عزيزي عشان تسلم من عيون الشباب. يخش على التعليقات. ما البنت دي بتكرهها قوي. ايه يا بنت بتوزعها على كل المقاطع؟ اه يا عزيزي في اتنين هنا بيتخانقوا في التعليقات، عمرها 13 سنة. لا 2010 وشوف في كوكل. اككله يلا اككله يلا. شباب يا عزيزي المشاهد كل التعليقات يا عزيزي بتكراش على بنت سوري، والبنت عندها 11 سنة، يعني ابوها مفشوخ في الملاعب بقاله أكتر من 20 سنة، والناس ما حبتوش. يجي يوم اعتزاله والناس كلها تموت فيه. ده كله ليه؟ عشان خاطر بنت اللي ما كملتش 11 سنة. طبعا يا عزيزي كل اللي أقوله كل واحد يخلي باله من عياله، مفيش حاجة اسمها بنت صغيرة. وبكده يا باشا وصلنا نهاية الفيديو، أشوفك يا عزيزي مشاهد على الفيديو الجاي. بس عزيزي روح تابعني على الانستجرام يا عزيزي. يا عزيزي قدرني اعتبرني بنت سوري. ولو عندك أفكار لفيديوهات يا عزيزي روح قول لي في الانستجرام. بالمناسبة يا عزيزي ده فكرة حد منكم، وأشوفك على الفيديو الجاي. جود باي برو. جود باي برو. Goodbye, bro. Goodbye, bro. Goodbye, bro.